انجلترا. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين لا طالما هذا القرآن موجود واللغة العربية موجودة على ألسنتهم. اسمع معايا، إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية. لذلك خلوا لغة أهل الجزائر فرنسا، اللغة الفرنسية. فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم.